يعد تكريم مركز المحرق الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 3، يعد دافعا للاستمرار في تحقيق المزيد من التميز والإنجاز بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف السيدة ساجدة محمد فقير البلوشي، رئيس مركز المحرق الاجتماعي. أهلا بك في نشرة الثالثة، نبارك لكم الفوز بداية، ولو تسلطين الضوء على مراحل تطور مركز المحرق الاجتماعي من خلال دورات التقييم السابقة والحالية، بحيث حصلتم على الدرعة الذهبية من بعد حصولكم على الدرعة الفضية في الدورة السابقة. اولا امسي على الساده المشاهدين والمستمعين الكرام، اسعد الله مساكم كل خير. بالحقيقه اشيد بجهود مملكه البحرين وتطلعات الحكومه برئاسه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في توجيه المؤسسات والجهات الحكوميه لتوفير مختلف الخدمات بافضل صوره وباعلى جوده وسرعه ممكنه للمواطنين والمقيمين بما يتناسب مع اهداف التنميه الشامله. وبدورنا كمركز يخدم العملاء في مركز المحرق الاجتماعي التابع لإدارة مراكز التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبتوجيهات الإدارة نسعى دائما لتقديم خدماتنا والالتزام بالعمليات والممارسات المهنية بجودة عالية بما يتماشى مع هذه السياسة، وأيضا وفق معايير برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية. وكمركز حاز على الفئة الذهبية بالتقييم الحالي وسابقا بالفئة الفضية، تطلعنا بالفترة السابقة ولا نزال للارتقاء بمستوى الخدمات وتقديم الأفضل، والسعي للاستيفاء بأكبر قدر من المعايير الجديدة ذات المستوى المتقدم الذي سيكون سبب في كفاءة المركز بخدمة العملاء، وبالتالي تقدم مستواه يكون مستوفي بالمعايير الأساسية للفئة الفضية والمعايير الجديدة المتقدمة للفئة الذهبية. وكانت إحدى المتغيرات أو التحديات اللي واجهتنا هي كيفية المحافظة على المستوى والارتقاء به في ظل بعض الظروف والمتغيرات، مثلا كنقص موارد بشرية أو مادية أو مرور بظروف استثنائية في وقت الجائحة مثلا، ولكن من دون أن تتأثر الخدمات، وإيجاد قنوات بديلة كقنوات إلكترونية أو منصات افتراضية لرفع مستوى الاستدامة والمرونة بالخدمات مع زيادة عدد المعايير بالبرنامج. وطبعا هذه القنوات كانت سبب لاستفادة شرائح كبيرة من العملاء لخدمات المركز بشتى الطرق المناسبة والميسرة البسيطة لهم، وسبب لتطوير العمل ورفع كفاءته والخدمات المقدمة فيه، وبالتالي لاقت رضاهم وانعكس على أداء المركز واتضحت نتائجه بتقرير المركز وبالزيارات الميدانية السرية التي تمت من قبل فريق العمل في برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية. نعم، شكرا لك السيدة ساجدة محمد فقير البلوشي رئيس مركز المحرق الاجتماعي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.